خرج الملك الحسن الثاني منهكا بعد انقلابين عسكريين متواليين 1971 1972، ونجا بأعجوبة كبيرة في كل مرة وصراع مرير وطويل مع اليسار الراديكالي المغربي الذي عارضه في كل شيء معارضة طويلة وشديدة. لذلك ارتأى الحسن الثاني توقيع اتفاقية الحدود مع الجزائر الجار اللدود، والمقابل حصد رؤوس المعارضين المغاربة المتواجدين بالتراب الجزائري والتي سيقدمها هوارب مدين لنظام الحسن الثاني على طبق من ذهب، وهروبهم من الجزائر صوب دول أخرى سوريا وليبيا وفرنسا والتي أصبحت ملاذا جديدا للمعارضة المغربية بعد تقديم النظام الجزائري الرؤوس المدبرة لحركة 3 مارس 1973 للمخابرات المغربية. في الوقت ذاته حافظ الملك الراحل على سرية المعاهدة والتي سميت بمعاهدة التلمسان، والتي لم يصادق عليها البرلمان المغربي منذ 1972، ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية إلا بعد مرور 20 عاما على عمر الاتفاقية، أي من 22 يونيو 1972 حتى عام 1992 على عهد حكومة أزد العراقي. وكان التوقيع على معاهدة الحدود من الأخطاء القاتلة والكبيرة للحسن الثاني. كيف ذلك؟ حينما استشار الملك الراحل زعماء الأحزاب السياسية في قضية المصادقة على اتفاقية الحدود مع الجزائر، رفض عبد الرحيم بوعبيد ومحمد بوستة وأحمد عثمان قرار المصادقة بلا مقابل، في حين وقف عليها علي يعتة وعبد اللطيف السملالي ومحمد العنصر. بعدها وعى الجزائريون في جنيف بوعي كامل في نهاية السبعينيات، حين اقترح الطالب الإبراهيمي على المستشار الملكي أحمد رضا قديرة إعطاء المغرب حسن نيته في علاقات حسن الجوار والتعاون مع الجزائر بمصادقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود، والتي نشرت في الجريدة الرسمية في 15 يوليو 1972، وترك الأمر إلى لقاء القمة بين رئيس البلدين الذي كان مسمعا عقده بالرباط. أبرزت اتفاقية تلمسان استعداد أفقير والمذبوح للتخلي عن جزء كبير من التراب المغربي لصالح الجزائر، وهو ما دفع الزعيم علي الفاسي الذي ظل دوما يدافع عن تحرير مشموع التراب الوطني من خلال شعار الاستقلال التام أو الموت الزؤام لكتابة افتتاحية نارية بجريدة العلم تحت عنوان سيادة الشعب لا يحق التصرف فيها، كانت سببا كافيا لإدخال عبد الكريم غلاب مدير الجريدة إلى السجن، فيما كان الجنرال محمد أفقير يدعو إلى شنق علال الفاسي في ساحة عمومية لعدم احترامه الملك والمس بالمقدسات. وحسب ما رواه الرئيس الموريتاني المختار ولدادة في مذكراته، موريتانيا على درب التحديات والتي تمتد على أكثر من 600 صفحة، كان بومدين يعتقد أن الملك الحسن الثاني كان يحاول إبرام صفقة معه تقضي بتخلي الجزائر عن جبهة البوليزاريو في المقابل موافقة الرباط على اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين التي كانت معلقة منذ عام 1972، وهي الاتفاقية التي قال الرئيس الموريتاني ولداد بشأنها: لو صادق الملك الحسن الثاني على اتفاق ترسيم الحدود في الرباط عام 1973 أو 1974، ما كان الرئيس الجزائري ليشجع على إنشاء بوليزاريو كإجراء انتقامي من المغرب، ذلك أن الجزائر
كانت تنظر بعين الريبة والشك إلى ما تسميه بالمطامع المغربية في جزء من الأراضي الجزائرية في إشارة إلى تندوف وبشار. وبهذا التوقيع من طرف الملك الحسن الثاني سنة 1972 منح الفرصة للجزائر، ومنح كذلك متسعا من الوقت للرئيس الجزائري للتفكير في خلق كيان جديد بالمنطقة واسترجاع منطقة تندوف وبشار، وحتى لا يطالب المغرب بهذه الأراضي مستقبلا خالقا مشكلا جديدا سمي بجبهة البوليزاريو. وهذا يعني أن الحسن الثاني كان منشغلا بمعارضة الداخل أكثر من أعداء الخارج الذين كانوا يتربصون بالأراضي المغربية طمعا. كان معكم عبد الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.